أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة وحلقة خاصة من برنامجنا الوطني نبض الاتحاد. كما عودناكم نستضيف نخبة النخبة من أبناء هذا الوطن الذي طالما بنوا فيه وأثبتوا عزمتهم وعزمهم. رحبوا الآن معي بسعادة الأستاذ سعود عبد الكريم الرخيص، صاحب مجموعة وفروع المطبخ السعودي داخل الإمارات العربية المتحدة. بداية مساء الخير. مساء النور، أهلا فيك. بداية رجل الأعمال الأستاذ سعود عبد الكريم، نقول لك في برنامج نبض الاتحاد مساء الخير. مساء النور، أهلا فيكم، مرحبا بكم. أستاذ سعود، نعرف سادة المشاهدين وأنت غني عن هذا التعريف، من هو سعادة رجل الأعمال سعود عبد الكريم الرخيص، صاحب مجموعة مطابخ السعودي في الإمارات؟ نبذة مختصرة عن حياتك وعن بدايات حياتك. تسلم. اولا انا اعتبر نفسي من رجال الاعمال، رجل بسيط عندي بزنس صغير على قدي. خريج محاسبه من جامعه الملك سعود، زميل جمعيه المحاسبين الامريكيين. كان يفترض انه يكون الكارير او حياتي تنتهي مع البنوك ومع شركات المحاسبه وفي هالقطاع، لكن حبيت البزنس، دخلت البزنس. بدأت عملي في البحث عن فكرة تنطلق من دولة الإمارات، أو من معارض اللي كانت تقيمها ونشيطة فيها دولة الإمارات. كنت جاي للإمارات زائر، و البحث عن النوهاو، شريك يكون عنده النوهاو لمعالجة النفايات الكيميائية. جميل. في السعودية. جميل. بعد ما وصلت أبو ظبي حبيتها من أول لحظة، قررت أني أعيش فيها. يعني من عام 95 لحد الآن وأنا عايش فيها، أنا وأولادي، وتربوا فيها وكبروا فيها ونجحوا نجاحات بحكم انه ما شاء الله كل شيء مهيئ، انه توازن اللي انا حبيته بين العادات العربية الخليجية وبين حرية الانطلاق. صحيح. فالمرأة الخليجية يعني كمثال ممكن تلبس أسود، وممكن تسوق وهي لابسة نقاب، وممكن تمشي بالشارع وطالما أنها محترمة عمرنا ما حصل أنه تعرضت لأي مشاكل. حبيت البلد وحبيت أهلها وعشت معاهم. بدأت بشركات مقاولات، بديت أتعرف على علية القوم، خلينا نقول الناس المحترمين اللي عرفناهم مع الزمن بدأوا يثقون فيني وثق فيهم. جميل. نتيجة حاجة لي أنا شخصيا بدأت فكرة المطبخ. بدأنا يعني نتبادل العزائم والولائم. فلما يجي لي ضيف من السعودية، يا جماعة تفضلوا عندنا، فكانوا يحبون أكلنا بطريقة عجيبة. لما ثاني يوم ضيفي ينتقل عند الله يرحمه مثلا محمد خلف المزروعي، أو أسماء، كلهم من نخبة. فمع الوقت صارت تزيد الشعب. أنا أتذكر شخص عزيز علي، محمد سيف المزروعي، كان ماسك الأوفست وقتها. قلت له انا عندنا عشاء، عندنا ضيوف، تفضل عندنا. قال لي انا والله معزوم، بس الله يخليك لا تعطل ضيوفك، بس بقيل. فمعناته حب الاكل وطريقتنا في الطبخ بالاكل. بدات الفكره تظهر من هالناحيه، يعني طيب اذا انا وصلت لمرحله انه 5 ذبايح في شقه مطبخها مترين في مترين، بينما البديل هو انه ممكن احد يتصل بالتليفون وكل شيء يتجهز له بدون ما يغلب مراته أو زوجته
أو أولاده أو كركبها، فكل شيء يكون جاهز له ومرتب له. صحيح. بدأت الفكرة من هنا عام 2005 وكانت بس مجرد توصيل، ما عندنا مكان نجلس. فبعد فترة الناس حبت الأكل وصارت تتصل لي تقول لي يا سعود حرام عليك، احنا نحب أكلكم ونروح ناكل بالحدائق أو بالأرصفة أو فلازم الله يخليك تسوي لنا جلسة. بدأنا أول صالة 2008 وبدأنا الانطلاق وبدأنا وتوسعنا بالعين، بعدين دبي قبل سنتين تقريبا، ورجعنا سوينا صارت انعكست الفكرة اللي سويناها في دبي، وفي انه مكان حلو صار اهل ابو ظبي يقول لك لا لازم تسوي لنا زيه. اخيرا سوينا اخر فرع جنب المشرف مول، يعتبر الحمد لله يمثل البيئة الخليجية بطريقة متطورة، بطريقة نظيفة، بطريقة تنفع انه اي احد جميل يستقبل فيها زوار سواء من العرب اخوان العرب او من الاوروبيين، حتى ينبسطوا على فكرة انه يجي البيئة خليجية وياكل الاكل الخليجي جميل، وشاكل نظيف وحلو ومرتب وخمسة جميل يشوف. ما شاء الله عليك استاذ سعود. طب استاذ سعود الان تحدثنا اكثر عن هذا المطبخ السعودي، ما هي الوجبات المميزة او ما هي الوجبات التي تقدم فيه والذي طالما تميزت من بين المطابخ الموجودة في الامارات ذات الشعبية العالية؟ اوكي. الحقيقة هي كصاحب بيزنس الفكرة نتجت من زي ما قلت لك حاجة سابقة. اثنين، لازم تنبع من انا كخليجي لا يمكن اقدر انافس مثلا مطعم ايطالي او مطعم هندي او حتى مطعم شامي او في مجال الاسماك. انا بصراحة يعني بدوي اكثر اكل اللحوم والولائم والى اخره، فركزت المطعم الخليجي او المطبخ الخليجي يكون مركز على وجبات الخليج، وارفض دائما اقتراحات من اصدقاء ومن المدراء حتى عندي لزيادة حجم المنيو بحيث انه يشمل وجبات اخرى او من لا تمت لعمق ثقافة الخليج. صحيح. يعني هي أكلنا عموما ينبع من الرز كأساس، بدل ما يكون عن المتاح غالبا نوع واحد من الرز، بدينا نحط رز بنكهات. جميل. في البخاري ينطبخ بطريقة معينة، الزربيان، المندي، الرز الأبيض، وكل واحد له نكهة مختلفة والناس حبوه. جميل. الرز هذا يجي معه يا يكون لحم غالبا هذا المطلوب، يا دجاج يا سمك. فدائما الأكلة مصاحبة للرز، فالأساس فيها هو الرز. جميل. أستاذ سعود طب ما هي الوجبة المميزة التي دائما كانت مميزة لسعادة رجل الأعمال سعود عبد الكريم الرخيص؟ والله يعني كصاحب بيزنس أحرص على أنه كل الوجبات اللي عندنا تكون مميزة، لكن بالنسبة لي أنا شخصيا أنا أحب المثلوثة مثلا، هي عبارة عن طبقات من الرز والجريش والقرصان، فتصير خلطة حلوة. هذه يعني ولا أميز أي وجبة أخرى عنها. أنا في ناس كثير يحبون المدفون والمندي والبخاري. صحيح. وكل واحد له هوايته. جميل. ساعة رجل أعمال سعود الآن تحدثنا أكثر عن مميزات وخدمات مطعم مطابخ السعودي، ما هي المميزات الموجودة خاصة أننا الآن في فرع جديد في فرع أبو ظبي، ما هي مميزات وخدماته؟ والله يا سيدي أنا انطلقت من فكرة أنه ما ترضاه لنفسك تقدمه لعملائك. صحيح. فكان ما نستخسر في أو نبحث عن أقل من الإكسلنت أو المستوى الرائع في كل شيء، فهي انه تحرص على انه اللحوم تكون طازجه، تنذبح بنفس اليوم وتنطبخ بنفس اليوم.
انه الرز من ارقى الانواع، الخضار قس عليها، ما نستخسر فيه ان نقدم وجبتنا بالطريقه المتميزه. الشيء الوحيد اللي احنا قدمناه واللي انا افتخر اني انا قدمته وكانت النظره للاكل الشعبي الخليجي انه دائما يكون اقل مستواه، اقل من اللي الناس تقدموا عنا في تقديم انفسهم بطريقه مميزه. مثلا لما تجي مطعم فرنسي او ايطالي او تلقى المستوى 5 نجوم ويمثل ايطاليا او يمثل فرنسا او يمثل، احنا قدمنا الخليج بمستوى 5 نجوم. فحرصنا على انه الاكل الشعبي مو لازم ينظر له على انه بتسيب رخيص ومو نظيف، لا، الاكل الشعبي الخليجي بطريقه مميزه جدا جدا. هذا الشيء الوحيد اللي انا تميزت فيه، وشوف الناس يعني حبته بطريقه حلوه لدرجه انه يعني المنافسه انا الان اللي اواجهها هي من الناس بدات تسوي كوبي للي سويته. صحيح. يعني غالبا انت تدخل بلد تكون المنافسه موجوده وانت تحاول تحصل على حصه في السوق. صحيح. انا العكس، انا خلقت السوق وبدات العالم تلحق انها تحاول تاخذ جزءا من اللي اخذته انا. فالمنافسه جايه تلحق علي، تلحقني من الخلف. صحيح. طيب جميل. سأترجع مع سعود الآن، تحدثنا أكثر عن هذا المطبخ السعودي، خاصة في وجود الجلسات الراقية الموجودة داخل المطعم، خاصة إحنا زي ما إحنا شايفين في فرع أبوظبي هنالك فيلتين رئيسيات منفصلات قليلا عن بعضهما. ما هي مميزاتهم؟ إحنا المطبخ السعودي يعتبر بالنسبة لنا من الرواد، نحاول إنه دائما نسعى للأمانة. المميزات هي أنه انتشارنا صار الحمد لله معقول، عندنا 6 فروع في دبي، بس أصبح علامة مميزة للخليجيين عموما، وفي أبو ظبي أصبح من الأماكن اللي لما يحب خليجي يجيب ضيف من جاي زاير لعنده او من اصدقائه حتى او من عائلته يستمتع بوجوده في المطبخ السعودي. فيه عندنا هنا مع اخر فرع مثلا اللي نحرص على انه ان شاء الله بالمستقبل نكثر، مساحته 1600 متر. جميل. دور كامل كله للعوائل اللي يخدم فيه من النساء، طاقم الخدمة النسائية. فيلتين، الفيلا الثانية هي للولائم فقط، إذا أحد عنده وليمة وحاب أنه يعزم جماعته تستوعب لغاية 80 شخص ممكن يجلسوا ويستمتعوا ويحصلوا الأكل المميز وبدون ما يكلف أهله أو يتكركب بالمكان أو وبنهاية اليوم يروح هو مبسوط. جميل مضيف. جميل، ما شاء الله عليك أستاذ سعود. أستاذ سعود، طبعا كل إنسان ناجح له رؤية مستقبلية، له نظرة. ما هي طموحاتك إلى المطبخ السعودي؟ والله يا أخي أنا انعرض علي في أكثر من مكان، وبغرابة أنه يجي لك واحد يقول لك يا أخي تعال معي، إذا مشكلتك التكاليف تعال لندن، تعال القاهرة، تعال بيروت، تعال عمان، حتى باكستان، يعني جاني ناس منها. فما كانت عمره ما كانت المشكلة هي تمويل، هي المشكلة انه الإدارة وانه ما تقدم على توسع على حساب الكواليتي، انه يعني اذا تنتشر بسرعة صحيح تنعدم عندك الكواليتي. يعني نحرص انه ما نتقدم خطوة الا نكون عارفين بالضبط انها تقدم نفس المستوى اللي تنبع منه بالاساس. لنا طموح، بس انا حريص على انه دعم وضعنا بالداخل، داخل الامارات، بحكم اننا على الاقل محبين لهالدوله، محبين لاهلها وهم يحبونا،
فأنا حاب أنه أول شيء ندعم الفروع اللي عندنا بحيث أنها ترتقي إلى جميل. أجمل ما يمكن أن يكون. اثنين، ممكن نتوسع في كل مدينة. يعني لسه المشوار طويل، يعني بس دبي طموحي أنه يكون فيها لا يقل عن 5 فروع بدل فرع واحد. الإمارات الشمالية كلها يوميا يتصلون يبغون حابين أنه نكون موجودين عندهم. فما الطموح بصراحة ما ينتهي أبدا. جميل. ما شاء الله عليك سيد سعود عبد الكريم الرخيص، صاحب مطابخ السعودي في الإمارات العربية المتحدة. سعادة رجل أعمال الأستاذ سعود، لو أنت حدثنا أكثر عن كوادر الموظفين التي لديك في المطبخ السعودي وكيف يتم الإشراف عليهم من قبلك. سيدي، الفكرة انطلقت أنه أحد الكوادر اللي بنينا عليها المطبخ السعودي هو صار له حوالي 50 سنة يعمل مع شيخ الطباخين في الطائف. فالآن عندنا أكثر من 250 موظف من جميع الجنسيات، وغالبا نركز على اللي ميولهم إلى الخليج. يعني مثلا الجنسية اليمنية عندنا جزء نعتمد عليه ونحب. مرت علينا مرحلة انه اشتغلوا عندنا سيدات سعوديات من بلدي حبوا يكسبوا رزقتهم بالحلال، وعرضنا عليهم الفكرة انه تعالوا يا جماعة زبطوا لنا اكلنا بمذاق حائل بلدنا. فإجوا وسكنناهم فنادق 5 نجوم، وأتذكر الله يستر عليها بحكم أنها أول تجربة فكانت طالبة أن يكون معها محرم، فإجا معها ابنها المتزوج. يعني هي تخيل كم عمرها، ابنها متزوج عنده أولاد. وحرصنا على أنه يكونون جنبهم برضو طاقم نسائي بالمطبخ، فجبنا لهم مجموعة من المساعدات أساس يحسون، ما يحسون أنه بمجتمع رجالي فقط، لأن المطبخ غالبا. فجبنا لهم من جنسيات شرقية يساعدونهم في العمل، وانبسطوا وجلسوا معنا فترة، وما زال كل فترة يجوا. إذا حسينا باختلال عندنا في الموازين أو في وجبة مزابطة استعنا فيهم ويجون عندنا. جميل. سعادة رجل أعمال أستاذ سعود، أنت في هذا المطبخ السعودي أثبتت همتك وبراعتك في الإمارات العربية المتحدة. الإمارات الآن مقبلة على عيد الاتحاد، خاصة في وضع نعمة الأمن والأمان موجود داخل حاليا. شو بتوجه رسالة تهنئة أو تبريك خاصة لحكام وشيوخ الإمارات العربية المتحدة في هذا الموضوع؟ يا سيدي، احنا نعتبر أنفسنا جزءا من الوطن، وأوجه أجمل التهاني لسمو الشيخ خليفة بن زايد والشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد وجميع حكام الإمارات بمناسبة اليوم الوطني اللي هو عزيز علينا كلنا وكل الخليجيين. بصراحة احنا يعني نفخر بالإنجازات الإمارات، نفخر فيها ونحس انها جزء من الأشياء اللي لما تكون انت حتى برا بدولة أخرى تفتخر تقول احنا الخليج. يعني أصبحنا وحدة واحدة، أصبحنا صحيح. هم يمثلون وإحنا نمثلهم وجزءا منه، ونبارك لهم وإن شاء الله عقب الآلاف السنين اللي كنت كلها تطور ونجاحات إن شاء الله. طبعا أستاذ سعود، يا لها من كلمة جميلة من رجل الأعمال السعادة سعود عبد الكريم الرخيص، صاحب المطبخ السعودي في الإمارات العربية المتحدة.
قبل أن يداهمنا الوقت ساعة رجل الأعمال أستاذ سعود في هذا البرنامج، إحنا متشكرك لضيافتك حلوة لنا في هذا المطبخ السعودي ولاستقبالك برنامج نبض الاتحاد، وأرجو أن تسمح لبرنامج الاتحاد خاصة في تجول داخل المطبخ السعودي لاستعراض بعض من لقطات الفيديو لهذا المطبخ الجميل. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، والمكان مكان. شكرا لك. إلى هنا أعزائي المشاهدين، كان معي لهذه الحلقة المميزة ضيفي الأكثر تميزا رجل الأعمال الأستاذ سعود عبد الكريم الرخيص، صاحب المطبخ السعودي في الإمارات العربية المتحدة، والمطبخ السعودي الذي لديه 6 أفرع في الإمارات، ونحن الآن في الفرع في أبو ظبي. سوف نستعرض بعض من لقطات الفيديو، انتظرونا بعد قليل. وإلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، وانتظرونا بكفاءة جديدة كما عودناكم، ودمتم بأمان الله. دارنا دار المحبة والسلام، والقمر يخفى على قدها وينام. الإمارات أحلى غنوة من الزمان، يا سلام الله عليها، يا سلام يا سلام. يا سلام.